السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد بقصه جديده بضيف جديد من بلاد جديده جاي يحكي لنا المغامره تاعو القصه تاعو. القصه تاعو راهي طويله خاوتي، القصه تاعو بدات من قوارب الموت كما نقولوا، وخاوتي لا زال حنايا نحكيوا المغامره تاع الناس، نجيبوا المهاجرين الجزائريين باش يحكيوا لنا المغامره تاعهم، باش خاوتي تعرفوا الناس هذوما راهم يعانيوا مساكن الويلات، ماشي سهله الغربه هذه. وصافي بليز نطلعوا جزائري يحكي، تعرفوا على الجزائريين تعرفوا على بعضنا، غدو اون كطيح انت اون بان، والله هذا يطيح اون بان، تقدروا تعاونوا بعضكم. وحنا رانا ضد الهجره تاع البحر هذه، وان شاء الله ياخذ الحق في الناس هذوما اللي راهم يتاجروا بالناس هذوما. وخويا عزيز مرحبا بك خويا الغالي، احكي لنا التجربه تاعك القصه تاعك والاسباب اللي خلت تخرج من البلاد وكيفاش بدات وكيفاش وكيفاش. مرحبا بك. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. خويا عمر، اول حاجه نشكرك انت بارك الله فيك على المجهود هذا اللي راك تبذل فيه. وكما نقول اول حاجه واش ننصح خاوتي انا وين ما كانوا في الباسو الجزائريه ولا مغاربه ولا سواسا ليسونسيال. اول حاجه خاوتي انا كما نقولوا طريق البحر والله ما نتمناها لواحد، باسكو انا كما نقولوا جيت عليها ونعرف واش كاين، والناس راهي ديسباري بور لو مومون حاليا، دوك الناس راهي ديسباري في البحر. شحال من واحد انا على بالي باللي ماس ديجا جمعات وانا برك عمار السمانه هذه كاينين سته، كاينين اربعه خرجها من البحر، وكاينين زوج نورمالمون ديسباري بخلاف كاين وكاينه وتعرف نورمالمون خويا عمار وكاع يعرفوا دو فاسو. اول حاجه خويا بغيت تجي لاوروبا كيما نقولوا شوف كيفاش دير فيزا، ما عن باليش فهم طريق الطرق ثاني صعيبه. انا ليسونسيال واش كيما نقولوا نحكي تجربتي الخاصه. على كل حال انا جيت في البحر، والبحر صح فريمون ماشي سهل، وما نصح حتى واحد يجي في البحر، هذا واش كاين. ونتوكلوا على ربي يا خويا عمار. هيا خويا عمار كيفاش نبداو؟ نبداو من وهران ولا من الجي ولا من البحر ولا كيفاش؟ شوف اخويا عز احكي لنا علاش بغيت تحرق، علاش خممت في الحرقه هذه وعلاش خيرت؟ والله يا خويا عمار، وي وي خويا عمار، خويا عمار دوك راك تعرف البلاد، دوك نقولوا البلاد كاع نعرفوا البلاد فصل. الحمد لله انا كنت من في البلاد كنت خدام اخويا عمار، انا انسان اخويا كملت قرايه تاعي وصلت للتيرمينال ليسونسيال ما كملتش يا خويا، خدمت في البلاد صح. المهم ريجلس اموري في البلاد بيا شتا عمر اخويا البلاد تعرف البلاد بيك. ما عندكش كيما نقولوا ان بيت ولا دير حاجه في راسك ولا ما تقدر دير والو، كيما نقولوا اليوم تخمم في حاجه غدوه تلقاها حاجه واحده اخرى. يا خويا خممنا كأي مواطن جزائري، ياك تعرف حنا عمر كيما نقولوا مبليين على الغربة هذه، كنا نتوكلوا على ربي يا خويا، والإنسان توكل على ربي باش كيما نقولوا نجيو لهنا نخدموا الحلال أخويا عمر، ماشي نجيو زعما باش نعيش ولا كيما نقولوا راك تعرف خويا عمر، توكلنا على ربي كش ما نجيو زعما نديروا المستقبل تاعنا لهنا. يا خويا كاين السيد في وهران جماعة تاعنا تطفاصو طلعوا قبلي، عيطوا لواحد صاحبي كونتاكتيس معاه من هنا. المهم توكلنا على ربي خويا عمر، قال لنا السيد هذا ماكسيمو 15 جور هكذا ونعيط لكم. ابقينا انا كنت في الجي خويا عمر كنت خدام في الجزائر، قال لنا غدوه على الوحده تكونوا في وهران، عيط لي جيت 11 تاع الليل. انا واش ندير 11 تاع الليل صافي لازمك ديماري كيما نقولوا مانطونو يعني دوك ديماري خلاص ما عندكش وقت. انا تتفاصل الحمد لله كنت واجد، صحابي كانوا واجدين كنا كاع واجدين، عيطت لهم كاين واحد تاعنا هكذا يخدم فرود عيطت له. المهم قلت وصلنا لالجي باسكو هو عنده طوموبيل شويه قيس قيس. المهم وصلنا لالجي وعندي ثاني واحد صاحبي في الجي كنت نخدم معاه باسكو هضر معاه دافوس وصلوك شما كان ولا نعيط لك طلعني له هرن منا ايا اوكي. زيت عيط له صاحبي هذاك ايسونسيال طلعنا معاه هذا وصلنا لالجي جيت ساعة تاع الصباح عيط له صاحبي هذا طلعنا. المهم الوحدة هكذا الوحدة وشوية كنا في وهران عيطنا له السيد اخويا عيطنا له قيدانا رواحو منا منا باسكو اخويا عمر من في وهران ديجا بدات الحرقة كيما نقولو في وهران. كنت انا رافد في الدراهم اخويا عمر كنا في خمسة صافي شحال بالك ماكسيموم ساعة 300 مليون هكذا تما كنت انا رافدها. اه تما كيفاش انا رافدها انا باريكزوم بالماشي الاول وكيما نقولوا صحابي عاسين فيا هضرت معاهم كذا ما قلت لهم عاسوني نتوما واحد من قدامي واحد موراي راك تعرف الدولة عمار يشدوك يديولك الدراهم وباسيت منين الدراهم هذه باينه جاي تحرك. اه
يا خويا عمر، شوف هما ظهرنا دوكا وتعرفوا. شفت ديك النهار واحد السيد هضر معاك هذيك الحكايه تاع 860 مليون داوها له هذاك السيد نتاع الالمان، جاب لها في من الاحواض ولا ما عنديش ليسونسيال. اسمع عمر، با دو كونفيونس، فهمتني؟ هذه ما نحكيوش غير على البحر برك، يعني شوف الريسك يبدا قبل ما تطلع للبحر. بس خويا عمر نعرف جماعه بزاف داو لهم دراهم، وكاين جماعه بزاف ثاني كتاوعنا جامورانا داو لهم دراهم كيف كيف. ماشي سهله اخويا عمر باش تعطي دراهمك انت لواحد وما على بالكش واش كاين وما تعرفوش. وحنا نحكيو على 300 مليون و500 وكاين دي حتى مليار كاع ليسونسيال. يا خويا حنا طيحنا ربي في وليد، في واحد نقولوا وليد حلال، وليد فاميليا. يا خويا رحنا لعندو للدار، الحمد لله اخويا عمر كاين الناس تما يروحوا لوهران لصالب ويريحوا، كاين زجور الشهر شهرين كل واحد وكيفاه. الحمد لله حنا الليله هذيك قالنا زعما نقلعوا الليله هذيك، جيت الوحده الزوج ما يعطيكش الوقت اكزاكتوم على شحال باغي تصوم ايسونسيال. وصلنا لعند السيد يا اخي كثر خيره، دانا للدار جاب لنا الماكله كلش هو كذا منا ما خصنا والو يعني الحمد لله. من بعد في الليله عمر جات عمار ماشي عمر اسمح لي. المهم جيت اخويا عمار، جيت الوحده تاع الليل، عيط لنا السيد قال لنا باللي ندي بلاصيك من وحده الدار يقربناك شغل البحر، فهمتني؟ والله رحنا حنا لتماك الدار تاع صاحبو تاني. عمر حنا طالمو عيناك تعرفو منا، قالنا ربوزيو شويه كي نكون كنا ينقلعو. هيا بسم الله حنا طالما قلت لك عينا ومنا دو جور ما رقدناش، شغل ربوزينا هكذا شويه كيما نقولو بنادم غفات بعينو شويه كيما نقولو. حنا رقدنا شويه، هيا جيت بالك 3 تاع الصباح، 3 تاع الصباح جاي طبطب هيا 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 نقلعو. يا خويا عمر انا نحكي على روحي طول فاصو نوت، الحمد لله نوت فيد فيه منا. رحت توضيت صليت زوج ركعتين، صليت الصبح نتاعي وقلنا نتوكلوا على ربي. هبطنا اخويا عمر الحمد لله حنا ما تميزرناش. اخويا عمر كي نقول حنا ما تميزرناش ماشي زعما اي واحد يجي ما يتميزرش، الناس على بالك ما تروح للبحر الناس الاسباري ليسونسيال. المهم هبطنا اخويا عمر كاين واحد لي روشي كذا منا، يا كل واحد يركب البيدون تاع ليسونس ويهبط لتحت على البحر. المهم هبطنا وصلنا لتماك، الواحد ركب البيدون تاعو وهبط على البحر واستنى. هبطنا على البحر واستناو، جا الاخر هذا كيما نقولوا حنا البوبي هذايا شفناه جاي من الهند، جا قرا جينا باش نطلعو. كاين واحد الدراري صغار، زوج دراري صغار هما حبوا الشغل يطلعوا معانا هكذا كيكوفر وحهم ويطلعوا، ما خلصوا ما ولا دراهمهم. من بعد هو عرفها مباين على باله شحال، حنا جينا في 10، جيت انا تما حنا 5 جواج لو كاينين 5 شلافه معانا. لا لا يعني جينا في رحبه الحمد لله، طيحنا ربي في ناس ما شاء الله ليسونسيال. المهم قلت لك هذوك حبوا يديروا لنا كيرا تما، حبوا يطلعوا. من بعد كي يطلعوا طلع ليهم الاخر هذا مول بوبي، طلع ليهم رماهم ديريكت الما، زوج دراري صغار بداو يعيطوا لا بوليس منا تعرف الانسان اللي جات وسوس منا. زاد جاي ضرب ينوط ما حبش ينوط، ضرب ينوط ما حبش ينوط. ايوا هذا الموتور اللي هنا في الشط ما حبش ينوط، رايح فيه الاسبان ما شويه كيما نقولوا حاجه ديفيسيل شويه، فاهم؟ يا خويا على ربي. ومن بعد ضربنا هكذا ناض. المهم اخويا عمار البحر النهار هذاك الحمد لله كان طابله ربي سبحانه، ماشي نقول لك حنا ولا كذا ولا كذا ولا الموتور ولا هي كي تقدر، ولو كان تجي في الموتور دو الصوكاع او كيما يكتب ربي سبحانه. المهم تطفصوا اخويا عمر، الله جينا في رحبه والله جينا بالبيا كاع، جينا بعد طول الشميس البحر طابله، بدينا نبعد وكذا منا. من بعد وصلنا كيما نقولوا البلاصه تشوف غير الماء غير الماء الحوت هكذا منا. وصلنا لوسط البحر اخويا عمر، تشوف واحد المنظر يعني في حياتي ما شفتوش، البحر هذاك الحوت اللي شغل فيه الالماس هكذا ما عنباليش، يبان هكذا بالزروق منا. المهم منظر اخويا عمر شباب بزاف بزاف ليسونسيال. انا نمشي ونمشي وبيا الموتور يمشي بيا، متفاهمين بيا، واحد يدعي منا واحد يضحك منا. والله يا خويا عمر الحمد لله جينا كيما نقولوا سهل النهار يا خويا، جينا وحده وحده. المهم دخلنا في الماء تاع اسبانيا باسكو بالجيبياس على بالي وين رانا وكيفاه وكيفاه. انا خويا عمر نكذب عليك طالما عييت، كي وصلت تماك دخلنا الماء تاع اسبانيا قلت له لي دعمني شوف، قلت له والله غير دوك نضربها برقده، قلت له عييت انا كنت ركبت في الاخر كاع باش شغل نطلق رجليا هكذا باش
زعما بغينا نرقد ولا تجيني ساهله نرقد خلاص فهمت، ماشي كيما الاولين شغل تجي هكذا ما كانش كيفاه، البيض نتاع ليسونس قدامك ما تقدر دير والو، تسمى بوزيسيون بوزيسيون وحده كيما نقول. المهم والله غير رقدت اخويا عمر بالك رقدت المهم تاع ساعه ونص هكذا ساعتين، من بعد نوضني وليد عمي قال لي انا قلت انا كيبانوا الجبال هكذا نوضني ليسونسيال بانوا الجبال تاع اسبانيا واحد الجزيره هذه سان خوسي انا اعرفها الحراق اللي جاو يعرفوها ليسونسيال. نوضني شفنا نروح الجبال بيات ما باينه نفرحوا خويا عمار ناس فرحوا، وهذاك زعما القيد اللي كان موصلنا زعما يروح يعاود يولي الموتور كترفع صح يمشي يا عمر، وما ما الاخر ما من البحر قلت كان طابله الحمد لله السميشه في النهار رحمه ربي تطفاس وما تميزرناش نسى يجي في الليل والضرب 40 ساعه وكان بوسه. المهم الحمد لله اخويا عمر انا نمشي 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 شغل جينا نخرجوا هكذا في واحد الشط ومن بعد شغل بدينا نجبدوا هكذاك راك تعرف تخاف لا ماري ما عنداليش. المهم حتى اخويا عمر وصلنا لواحد الشط يعوموا فيه نورمال يعوموا فيه، والله يا اخويا عمر واسمح لي على كل حال اقسم بالله غير اول وحده شفتها خرجت من البحر غير كيما خلقها سيدي ربي اسبليونيه في واحد الجزيره هكذا اخويا نورمال يسمحوا لنا للمشاهدين كاع لكم منظر جميل يا خويا. والله منظر جميل وتقول في نفس الوقت اخويا صح انا جيت لهنا يعني تعرف باللي صح بلاد الكفره اخويا عمار سمعت صح حنا اخويا الجواج راك تعرف شويه متمسكين شويه ماشي نقولوا حنا الجزيريه كاع تفاصل اه ليسونسيال. وصلنا اخويا عمار الحمد لله ما شدونا لا مارين ما تلقينا بروبلام جينا في النهار وصلنا ضربنا اخويا عمار شحال ضربنا بالك سبع سوايع سبع سوايع الموتور ما طفاش كاع ليسونسيال. نزلنا تما خلينا الاخر هذاك تما وطلعنا في واحد الجبل كاين واحد السبليوني تما كان يضرب واحد الاخر صغير ديراكسر ما نتاعو هذاك وركب تاعنا وقلع به داه ديراكسر ما خويا كنا لله يسهل يا خويا بصحتك. المهم اخويا عمر نزلنا في سان خوسي هذيك قريبه الالميريا عن كاع الحراقه يعرفوها. قول لي معلم الناس اللي كانوا ثما في الشط واش داروا كي شافوك؟ يبان اخويا عمار يشوفوا كاين اللي يضحك كاين اللي يشوف ما فهم والو، حنا نزلنا باينه كاين واحد الجبل هكذا شغل نزلنا ديراكت باينه تهرب بس بقى تعوم تما اطلق روحك ديراكت واطلق راسك كاين واحد الجبل طلعنا يخزروا فينا هما باينه خزروا فينا يشوفوا ما فهموا والو. يا خويا طلعنا حنا الجبل هذاك شغل طلع عمر الجبل ومن بعد تهبط تلقى الطريق مور الجبل هذاك، وهذيك هذه سان خوسي الجزيره هذه شغل تجيك بعيده شويه حنا ما خرجناش ليها قلت لك كي زعما قربنا باش نوصلوا ليها بدينا نجبدوا هكذاك فوالا باش نخرجوا كيما نقولوا جوست اكوتي باش راك تعرف على الدوله ومن ليسونسيال. اه طلعنا الجبل هذاك عاودنا هبطنا الطريق ليسونسيال كل واحد ولينا نمشيو زوج زوج كاين زوج راحوا كيما نقولوا قدامنا زوج مورانا ليسونسيال نمشيو نمشيو حتى وصلنا لتما. انا تما انا وصحابي بقينا كيف كيف وهذوك الشلافه راحوا كيف كيف داينه كاين واحد الكحلوش تما لقيتو اخويا عمار سقسيتو باين بحال شي يهضروا شويه فرنسي وحنا راك تعرف ثاني شويه عندنا كلمات فرنسي سقسيتو قلت له بلي فوالا حنا حابين نروحوا لالميريا هذه قلت له وين نلقى البيز زعما يعني يا اخويا عمر الله الحمد لله ربي فتح لنا الابواب تطفاس وقلت لك دوك كل واحد وكيفاه هي ربي سبحانه اللي يسير. بعد مشينا شويه لقينا البيس طلعنا بشحال قطعنا التيكيات بسانكورو تخلص الشوفور تما وتطلع بعد ديراكسوم والله بكينا اخويا عمر بقاو خمس بلايص سبحان الله حنا كنا في خمسه بقاو خمس بلايص طلعنا فيهم طلعت البيس فوالا طلعنا لالميريا هذه وصلنا لالميريا جيت بالك سته تاع العشيه زعما باش نريزيرفيو البرشلونه كيما الحراقين كاع باينه كيما نقولوا الواجهه باينه برشلونه باش تدخل لفرنسا باربينيو تدخل لفرنسا فوالا. وصلنا لالميريا هادي لقينا البيس تاع برشلونه حتى الغدوه الصباح على 8 تاع الصباح باش ديماري. المهم النهار هذاك اخويا عمار خرجنا بزاف بالك فايت 20 بوطي اللي خرجوا النهار هذاك. المهم الميريا هذاك لاكار لهنا لهنا لا بوليس هذوك هما يخرجوا فينا وحنا نعاودوا نوليو للداخل. شحال المهم شحال كاين انسان من جزائري حسب ال... حسب غير حنا عمر غير حنا غير حنا الجزيريه غير حنا الجزيريه قلت لك النهار هذاك المومو هذاك كان البحر كان مخرجو بزاف قلت لك بالك الماكسيموم انا تسمى اللي شت هكذا بالك يفوتوا 100 بيرسون هكذا 100 عام. سمعت لقينا واحد من عندنا من بومرداس يكثر خير والله هو قطع لنا التيكيات كاع
ما باسكو تمشي فيه تشري فيه واحد الماشينه كذا تحط الدراهم يجبد لك اكثر، حنا ما نعرفوش شويه صرت ولا اسبانيونيه. السيد هذاك قطع لنا تيكيات كاع بيسنا تما خويا عمار، كاينه واحد الجارده تما خرجنا هاي الصيف السخانه راه كرهه قلبيه، ما ملي سبان قلت لك كلش غراتوي الشيء تما رخيص بزاف، او بالك انت وكنت تما قلت انت وجيت على الي كونت وعلى بالك واش كاين. المهم اخويا عمار ريزرفينا غدوه 8 تاع الصباح، توكلنا على ربي ركبنا في البيس وعلى برشلونه ديريكت، برشلونه باينه تروح علي كونت فالونس وتكمل. المهم ضربنا عمار خويا عمار ضربنا 14 ساعه في البيس، وصلنا لبرشلونه جيت 11 تاع الليل. قلت لك اخويا عمار بالك ما نقولكش بالك ما كانش اللي سهل له ربي في المشيه هذه، كيما حنا كيما شفتها كيما شفت الحراقه وكيما عرفت يعني الحمد لله. ملي كيوصلنا لبرشلونه كيفاش درنا، كاين واحد المغاربه يحرقوا من تما يدخلوا لفرنسا، وكانت لي فرونتيير شويه مزيره المومور هذه. قال لنا الله غير كيما نقولوا نتوما والزهر تاعكم صاريب وكيف يا خويا، قلنا له نتوكلوا على ربي. المهم قطعنا التيكي هذاك بشحال، لا لا هذا تاع برشلونه قطعنا ب 75 اورو باش طلعنا من الميريا لبرشلونه، وهذا المغربي قال لنا ندخلكم كيف كيف الواحد ب 75 اورو. دخلنا الباربينيو هذه يا خويا حمار، انا عارفها الحراقه كيما نقولوا في الفرونتيير تاع الاسبان تسمى برشلونه باربينيو في فرنسا، باربينيو تبع فرنسا فوالا. توكلنا على ربي يا خويا عمار كيما نقولوا، هو المغربي هذاك قال لنا شويه مزيره في الحدود دوك، قال لنا كيما تحبوا زعما نوصلكم لتما، كي نوصلوا من الحدود تهبطوا وتكملوها ابيي ولا نكملوا هكذا، كيشدوك ما يعاودوا يرجعوكم ولا ما على باليش لي صوص يعني. يا خويا عمار حنا كنا لو حنا من اللي ديمارينا من البلاد وحنا متوكلين على ربي نكملوا عليها وصاي فوالا. هيا ركبنا معاه توكلنا على ربي، شحال جيت بالك جاب لي ربي العشرة ونص لحداش تاع الليل هكذا نورمال، لحداش تاع الليل ركبنا معاه. شحال اخويا عمار ماكسيمو ساعة ونص كنا في فرنسا في باربينيو هاني فوالا. نزلنا في باربينيو، كي نزلنا خويا عمار على بها كوتكا والله غير صدقتنا يعني الحمد لله ما شاء الله. كي نزلنا حطنا هنا شفنا كرواروج غنفص لينا من هيه كرواروج راك تعرف، نزلنا فوتنا الكرواروج هذيك. ايه كاين الجماعة تاعنا كاين زوج، حنا جواج لا في خمسة، كاين زوج جاليهم واحد عمهم من وسم من كرونوبل هبط ليهم من برشلونة، تسمى جينا غير في ثلاثة حنايا اللي دخلنا فوالا اللي رحنا لباربينيو. ايه وصلنا لتما قلت لك شفنا الكرواروج، وصلنا للكرواروج عطاونا الماكله، لقينا واحد المغربي تما كثر خيرو تهلا فينا عطانا الماكله دوشنا ربوزينا شويه، قال لنا بلي فوالا هاولا كارسا احترام ليه. تروح من تما كان واحد البلاصه افينيو، افينيو من افينيو تبدل لمرساي فوالا، بس حنا رايحين لمرساي كاين جماعه تاعنا تما كنا منا ولي جانا في الطريق ولا الريقل خويا عمار راك تعرف نريقل مع صاحبي تما في كرنادار منا ليسونسيال في كرنادار في مرساي كذا. رحنا توكلنا على ربي كيف كيف، ركبنا في الترا وصلنا لوسمو، وصلنا للافينيو هادي من افينيو زدنا شونجينا لمرساي علي كاع حارقين في الاخر ما خلصناش خويا عمار في الترا، ركبوا توكل على ربي وكلنا مالغري كاين الدراهم ما خلصنا ليسونسيال. وصلنا لمرساي يا خويا عمار شحال على الوحده تاع النهار في مرساي خويا عمار، صافي الوحده تاع النهار تما دو جور راك في وهران، الوحده تاع النهار دو جور راك في مرساي، تما ضربنا دو جور في الرحله نتاعنا يعني ما شاء الله. وانا وصلنا لعند الجماعه لقينا السيد كران نادار كرينا استوديو هكاك في ثلاثه شحال 300 اورو كريناه، اما الكرا في مرساي رخيص ماشي غالي راك تعرف خويا عمار. هبطنا لفيون بورت بحرنا منا كذا منا النهار الاول ربوزينا بيها، والانسان اخويا عمار دوك ما عليه غير يحوس على حنا على خدمه يتوكل على ربي سبحانه، يبكر الصباح ويتوكل على ربي ويشوف كش ما يفكر خدمه. ايه كان واحد البلاصه تما في مرسى يقولوها بلاتفورم ما يعرفوها، تروح تما الصباح بس كون اخويا عمار انا سبورتي الشونتي، انا نخدم الشونتي خدمت في بلاد وعندي ليميتي بزاف الحمد لله، نخدم الكارلاج بايونس البنيان نخدم كلشي. المهم رحنا لهذه البلاتفورم ولينا كل صباح نروحو لتما. المهم النهار الاول ما صدقتش، الدوزيام ما صدقتش، التروازيام ما صدقتش، من بعد اخويا عمار راك عارف المصروف بدا ينقص. ايه انا جيت معي بالك 4 صغور وكنت نصرف انا، المهم اللي عليا ولا على صحابي الشيء اللي كان بيناتنا ما يهمش. وانا
راك تعرف الدراهم بداو يخلصوا اخويا عمار. المهم تاع العيد الكبير هادي، تاع العيد الكبير كاين اخويا عمار مام الريستورون خدم، خدمت في البلاد هكذا نسلك راسي في الريستورون. كاين واحد الريستورون يعرفهم جماعه في الشاويه بلاصه تاعنا هكذا اللي ضرب، رحت دومونديت تما بالك سمعنا الماكسيمو تاع سمعنا هذه تما ريحت بلا خدمه سمعنا لي با سمعنا. رحت دومونديت عنده هيا قال لي ديماري تخدم، ديماري انا نخدم اخويا عمار تما تاع بور دي بان. انا الريستورون ما بس كنا اخويا عمار نخدمو من شحال، من 9 تاع الصباح للوحده تاع الليل يعطيك 50 كونتور. وتخدم اخويا عمار كي نقول لك ما تنفسش ما تنفسش كاع. انا قلت نقطع اللحم ونركب، انا قلت في الطابله هكذا خدمتي غير الشوا هذا ما كان. انا واحد صاحبي تاعنا اخويا محمد ديديكاس لخويا محمد خاصو هنا في باري. ومن بعد اخويا عمار بديت كتعرف بدا الانسان يتحل بيشوف منا لي زابليكاسيون هذه كيما هذيك الاخرى تاع الجروب تاع باري. دخلت فيها، دخلت اخويا عمار في الجروب تاع باري هذه، لقيت واحد السيد واحد التونسي طالق في واحد لاباج يسحق خدام تاع لاطونشيتي. تعرف لاطونشيتي خويا عمار القدرو هذاك اللي يديرو فوق لاطيراس، فهمت؟ بس كل خدمه هذه متوفره في باري بزاف، وهي انا اللي كنت نخدمها في باري قبل ما نجي لها. يا خويا شحال من واحد لقيت كومون طاولو زعما بالك فايت 70 واحد. قلت يا ودي نطلب النيميرو زعما تصدق لي ويعيط لي. قلت بصح والله دوك نتوكلوا على ربي، حنا ملي خلقنا وحنا متوكلين على ربي سبحانه، وباين الرزق على ربي خويا عمار. بيان سور اخويا الانسان ديما يخليها على ربي ما يجهلش. بارك ماشي نقول لك حنا كافزين ولا حنا كذا ولا حنا، ربي سبحانه سهل لنا هذا ما اه. ايسونس يا خويا عمار طلعنا، قلت طلبت له الاخر، طلبت له النيميرو تاعي قلت له بلي فوالا موا وانتريسي مهم انا مهتم كذا حاب نخدم. غادي من ذاك عيط لي خويا عمار، عيط لي قال لي كذا منا من تخدم. قلت له نخدم. قال لي مولف تخدم؟ قلت له بيان سور. راك تعرف خويا عمار تقول له مانيش مولف نخدم وجديد ومنا يحضرك بالعين. قلت له نخدم بس كون خدمت في البلاد ثاني. قلت لك عندي شويه ليميتي الحمد لله. ما من وصي خوتي هذه بالمناسبه والله غير اللي ما عندوش ميدي يعني يسمحوا لي على كل حال. والله غير هاك الشغل ما والله غير يتميزر لهنا بزاف، والله غير يتميزر لهنا. انا هذه هي الحاجه اللي خلاتني يا خويا عمر ثاني نونكاجي بس كون هضرت مع صحابي بزاف لهنا وجاو قبلي. قال لك خويا الا عندك الميدي وسنجح هنا في اوروبا. انا اوروبا واش تحب الميدي وتحب واحد صغير هذه باينه ما كانش اللي ما يعرفهاش. سمعت ماشي تخليه حتى تعود في عمرك زعما 40 سنه وتجي لي لهنا للغربه ولا ميدي لا والو وتقول ما كانش. بيان سور ما كانش. فوالا دير حسابك هذيك قبل ما تجي دير الحسابات هذو كاع وسقسي واش من خدمه كاينه واش كاين واش كاين واش كاين ليسونسيال. يا خويا دوك انا كاع يعرفوك تعرف طورت الحاله واليوتيوب وكذا ومن صرت واخويا عمار انت راك دير فيه مجهود كبير يا خويا ربي يوفقك على كل حال. هكذا خويا عمار ايه عيط لي التونسي هذا يا خويا. قلت له نجي، قلت له بصح انا باري انا ما نعرفش باري وما عنديش سكنه وباري شويه صعيبه السكنه وكذا ومن. قال لي يا خويا الروح كلش كاين. قال لي كاينه السكنه كاينه الخدمه. قال لي الروح برك. هيا قلت له اوكي. خويا عمار قبل ما يعيط لي التونسي هذا سمح لي، كاين واحد ثاني انا عندي فاميلتي بزاف في فرنسا عمار، كاين في غرونوبل سورتو غرونوبل هذه بزاف او تعرفها لو مامو غرونوبل هذه جايه فرنسا. كاين واحد تما ثاني عيط لي، عيط لي قبل ما تبان تاع التونسي هذا. عيط لي واحد صاحبي قال لي على بالو بلي نسلك راسي في لاكويزين كذا منا منا ثاني ريستورو بصح مليحه شويه. قال لي يعطيك 60 اورو وتخدم الخمسه تاع العشيه ماكسيموم وغير انت مول كيما نقولوا مول الشهاده. نخدم معاه نطيب منا منا نسربي معاه الخمسه تاع العشيه السلام عليكم. كيفاش انا خممت؟ قلت انا نطلع لكرونوبل نشوف لافير هذه كيفاه وباش هونكا زعما ما تصدقش تعبري نعاود نولي لكرونوبل راك فاهم. ما تعرف اخويا عمار لازم تشد منا ومنا ويا ربي فهمت صحيح. فوالا طلعت انا بالمناسبه طلعت لكرونوبل كدا ريحت 3 جور شفت السيد هذا تفاهمت معاه منا منا. قلت له اخويا انا عندي مشي لباري. قلت له لازم نطلع لباري. قلت له حط 3 جور 4 جور ونعاود نولي. ويا خويا الا كان ما وليتش ماشي زعما اخويا عمار حشيتها له ولا. قلت له الا كان ما وليتش نبعث لك واحد صاحبي بالك. قلت له هو خير عليا كاع نبعثه لك اخويا ويخدم معاك ونورمال. قلت له الرزق على ربي هذه باينه وكلش بالمكتوب. يا خويا عمار طلعت انا قلت نشوفوا التونسي هذا انا ماذا بيا نخدم بالميدين تاعي ونخدم كيما نقولوا بسومه مليحه كيما هو الماكسيم. المهم هذه قال لي نعطيك 100 اورو 100 اورو اخويا عمار. كنت تخدم في مرساي ب 50 اورو ليل ونهار وفي الشونطي تخدم من 8 تاع الصباح ل 4 تاع العشيه ولا 4 ونص دي صغور تاعك وزيدهم فلوس لمبات الباطل
يعني الحمد لله مليح الله يا خويا عمر، توكلنا على ربي الله يبارك فيك، توكلنا على ربي. طلع صبار يا خويا عمر، المهم قلت له بلي فوالاني جاي جاي من هنا. طلعت المهم طلعت لكار بيرسي، هذا كاردو بيرسي ما يعرفوه الجماعه. نزلت تما، جيت 6 تاع الصباح عيطت له، جا عندي بارك الله في التونسي هذا يكثر خيره على كل حال، وتحياتي ليه منا. جا عندي تما بالطوموبيل خويا عمر، هزني لواحد البلاصه شويه خارجه على باريس 77، اسمها يقولوا لها مو، هذه البلاصه مو 77. وصلني تما خويا عمر، باسكو هو دانا لواحد ماشي شونتيك، شغل واحد لي هونغار هكذا، واحد لي كراج تاع واحد يكري فيهم، كل كراج عنده استوديو، تما عنده استوديو باش اللي يكري الكراج هذاك يعطيه استوديو معاه باش يدير الميكرو تاعه، واك تعرف المهم البيرو تاعه. فوالا حنا هذوك لي زو استوديو كاين انا واحد جيج لي ثاني صاحبي، هذاك صاحبي عرفو تما في باري، ما هو بعث له كيما نقولوا في الاخر في الفيسبوك، عيط له تلاقينا تما انا وصاحبي هذا، عطانا استوديو استوديو باسكو بزاف كاين بالك واحد الكنز كراج خويا عمار، 15 كراج هكذا، وكل كراج عنده استوديو نتاعو. يا دي السكنه تراما كاع كلش فيه، زاد جاب لنا فريغو كذا، المهم راك تعرف ليسونسيال راك بايت وراك تاكل وراك تخدم، تخدم هنا في لاطيراس تهبط ترقد هنا خويا عمار. انا هذه مثلا ما نديسهاش يعني، الحمد لله ماشي انا خويا، نتمنى لاي واحد الله يفتح عليه والله يسهل عليه بصح خويا، حنا نحكيو هذه ربي سبحانه اللي يرزق، ماشي نقول لك انا ولا ليسونسيال. يا خويا عمار هذا الانسان اللي خدمت معاه الماكسيمو تاع 6 شهور الحمد لله، كيما نقول وقفت روحي ريكيب بيريس الفواياج تاعي، زيد اخويا عمار الخدمه هنا ثاني وفي البلاد ماشي كيف كيف اي واحد يديرها في باله، بلي اي خدمه هنايا في فلوروب في باري ولا فلوروب كاع كيما نقولوا جينيرال، وفي البلاد ماشي كيف كيف. باري زوم بلي كانت تخدم البنيان في البلاد وهنا ماشي كيف كيف، ولا كانت تخدم لا طونشيتي هادي ولا الكارلاج باينه ماشي كيف كيف. فوالا المهم زدنا رفدنا خويا عمار، ميم السلعه ماشي كيف كيف، الماتريال هنا خويا عمار راك تعرف يخدموا بالماتريال منا. المهم الانسان فوالا ديجا كيما نقولوا فتحت له باب هكذا خويا عمار، لو كان عرفت السيد هذا والسيد هذا يوصلني للجماعه، وعرفت الميديبيا وعرفت ناس راك تعرف كيما نقولوا صافا، حفظنا الماناج الحمد لله. من بعد اخويا عمار كملت الخدمه معاه، هذا كان اللي تحب تكمل تخدم معايا، قال لي اخويا عمار ما نكذبش عليك انا انسان اخويا عمار نخدم على روحي، جيت لهنا باش نخدم، نوض الصباح نصلي صلاتي نتوكل على ربي نخدم، هذا ما كان واش اي واحد هنا يشوف خدام اخويا عمار ما يطلقكش. سمعت بصح اخويا عمار هو كي يشغل قال لي كملت خدم معايا، نولي نخدم معاه هكذا كبرت، وكي تولي تخدم معاه باري اكزومبل الشال هذيك تاع مانوفر ولا اي خدمه ما يخلصكش كيما كي تكون زعما بالميتين تاعك، فهمتني؟ قلت له دوك انا نحوس، انا ماذا بيا نحوس نخدم بالميتين تاعي يا خويا كيما نلقاش ولا هاو نخدم معاك ماشي مشكل. اخويا عمر قلت كلمتي هذا متوفر في بار، يعني اللي يتعلموا في البلاد ولا عنده معاه يعني في بار متوفر بقوه تخدمه عمر كيما نقولوا بالتقوعير كاع. من بعد زاد جاني واحد المغربي، والله كنت تما خويا عمر نخدم قبل ما نكمل بواحد 15 جور الخدمه هكذا، جاني واحد المغربي تما للشوندي قال لي تروح تخدم معايا ومنا ونديكلاري، في المهم خلط لي الكارتاك فاهم، قال لي ونديكلاري كولي في شتوباي ونعاونك عام ونص ماكسيمو، قال لي ريقل لك كلار. يا خويا قلنا له ماذا بينا احنا نحوسوا عليها، احنا كنا نتبعوه ونشوفوا كيف اخويا عمار. سمعت المهم الانسان وخدام هذيك تاع الكوارت مازال، المهم الانسان يلم في روحه باش ما يطيحش من بال ويدير حسابه بيا، ومن بعد اخويا وكل شيء يجي في وقته. وكما كان الحال رحت مع المغربي هذا كملنا الخدمه، المهم مع التونسي هذا، وكما نقولوا اخويا عمار الدنيا هذه يقول لك صغيره يا اخي هكذا، يعني اي واحد تخدم معاه لو كان تصيب سورتو هنا في اوروبا ما سربحش العيب معاه، باسكو انا هذا التونسي دورت دورت وعاود توليت معاه. رحت مع المغربي هذا خويا عمار خدمت معاه الماكسيموم تاع 3 موا، خدمت معاه تاع 3 موا صح، ديكلاري اللي في شدوباي، خدم لي هذيك انا يعرفوها اللي يكونوا في باري يعرفوا هذيك البي تي بي هذيك، واحد لاكارت اخويا عمار تولي تمشي بها نورمال، ما ميش دوك لابوليس توريهم لاكارت هذيك بلي فوالاني خدام يطلقوك مليحة لاكارت هذيك، قليل اللي تلقى عنده لاكارت هذيك، تسمى لازم اوبليغاتوار ديكلاري باش يعطيوك لاكارت هذيك. وهذا المغربي شغل عليه ديكلار انا خويا عمار يخدم في شركه تاع كاور، يعني لازم اوبليغاتوار يديكلاري فهمت، وصاحبه اللي في دبي يا خويا عمار يعني ماشي زعما مزورين ولا، وما ملاح اخويا عمار شحال دار لنا في الصالير، دار لنا 1400 اورو في الصالير
مليحه عملت هاد الصعوبه في الصالير قليل اللي يديها ايسونسيال، وكان يعطينا 70 اورو 70 80 اورو كل واحد وكيفاه. انا كيما انا بوغ موا كان يعطيني 70 اورو. خدمت معاها اخويا عمار 3 شهور، 3 شهور اخويا عمار ما نكذبش عليك، صح تخدم ويخلصك وبيوم ديكلاري، بصح اخويا عمار والله غير يقتلك بالخدمه. اخويا عمار المغاربه يخدموا، اخويا عمار يخدموا ما يخدموا زياده كاع في رمضان. اخويا عمار من 8 تاع الصباح للربعه تاع العشيه دقيقه ما تربوزيهاش اخويا عمار. وزاد طاحت لنا واحد الخدمه نخدموا في الكرافي هذاك اخويا عمار، بس كون شونجيو الكرافي نحيوه ونعاودو نخدمو لاطونشيتي ونعاودو نحطو الكرافي هذا، فهمتني؟ ليسونسيال يا خويا عمار، انا في رمضان هذاك الانسان خرج من خاطري ما نكذبش عليك. انت رمضان هو ديجا على بالك ما يصومش، مريض بالسكر ولا ما على باليش ما يصومش ويهضر برك ومنا وكذا تعرف يطيح برك فوالا. انا في رمضان هذا الانسان قلت هذا ما فيهش الخمسه، هذا المكتوب معاه نفريها انا وصاي يعني نعلبوه به بلي في شيء بين ساعه وبالاخر الرزق وعلى ربي، وحنا اللي خلقنا وحنا نامنوا باللي الرزق على ربي والحمد لله. هذا ما كان الانسان ما بيتش برا وكاري ساكن لابس الحمد لله فوالا، ما عندي حتى بروبلام ما مبصم ما عندي مشاكل ما دخلت كاردا في الحمد لله. ايسونسيال كيما كان الحال اخويا عمر، انا طوجور نروشارشي قلت الميكي هذا متوفر في باري بزاف، خدموه بزاف باسكو قليل اللي يخدموه والخدمه تاعو في باري متوفره باسكو باري راك تعرف طوجور الشتا. قول لي يا اخويا عزيز شحال قعدت انت في فرنسا يعني بصفه عامه؟ فرنسا اخويا عمار ضربت عام واربع شهور، ودوك يعني عندي دوك عندي شهر لهنايا. هذا ما كان يسمى جبتها خدمه وقدام وكل شيء غير الخدمه اخويا عمار. من بعد كي كملنا الخدمه حولناها فراشات، من بعد ولا انا دا على بالي اخويا عمار انت تبغي الحكايه تاع الفراشات صورت شوف. المهم الخدمه الحمد لله ملي جيت وانا خدام الحمد لله بالحلال اخويا عمار، ما سرقت ما رحت هكا ما رحت هكا ما رحت هكا الحمد لله. اه وكيما نقولوا عمر طيحني ربي في الفراشات بلا حساب، وانا اخويا الانسان كيعود ما باغيش حاجه يسلطها ربي عليه ما على باليش. باسكو اخويا عمر بالمناسبه انا تفاصلي مرتبط في البلاد، ونزيد نقول لك مرتبط مع وحده سطايفيه على كل حال بنت بلادك نزيد دير لنا المشاكل، فهمتني؟ زيد شوفنا في اللايف دير لنا المشاكل ولا والله غير كاين اخويا عمار. هي تعود عندك لا لونغ برك، انا بس كريت شويه عندي شويه لا لونغ فرونسي، وزيد رفدت شويه هكذا في باري مع الخدمه، خدمت ثاني مع الاتراك مع الكحالش بزاف من نرفدت لا لونغ وخفيفه اخويا عمار الحمد لله، شغل نرفد الحمد لله. واخويا عمار فرنسا لا لونغ برك، لا لونغ والدراهم برك تفكر المدام ما تلعب به من العافيه يعني. صح دوكا خويا عزيز بعد ما خاوتي راه حكى لنا كيفاش تخلوا كيفاش دار تهلوا ربي يا خاوتي تهلوا ربي، هو كل واحد وغربته كيف كل واحد وكيفاش جه غربته، كي جاته سهله كي جاته صعيبه، كي اللي كرهه روح كي اللي مات في الغربه، كل واحد كيفاش خاوتي. يعني ما تحكموش على التجربه تاع واحد، هذا ما تحكموش على التجربه تاعه. علاش قادر تجي تايا تلقى ظهرك مش كيما هذا، ظهرك منحوس فاهم. ليسونسيال كنا وليد فاميلي يا خوتي، الغربه هذه اخونا على باله علاش جا يخدم وما يديرش المشاكل ويريح ساري ويخدم. وشتو خوتي يعني كانت عنده فرص بزاف باش يخدم ويتعرفوا عليه ناس وبالمهنه تاعو بالميتي تاعو، ما قدر يناقش شويه لغه بصح الميتي تاعو اللي خلاه يفرض روحه ويخدم. يخدم والحمد لله خدم ورب يوفقه ثاني ساريو انسان باين ناس ملاح. وليد فاميلي وخدم ما شاء الله اخويا يعني كبرنا بالحكايه تاعك هذه. ريسونسيال خاوتي دوكا ريسونسيال خاوتي دوكا معليش هذه حلقه الاولى نحبسوا هنايا ونديروا حلقه ثانيه. واش راح تحكي لنا الحلقه الثانيه يا خويا؟ والله يا خويا عمر خذ راحتك والله كيف ما تبغي. دوك انا شحال زدت خدمت ميبا واحد الشهرين مع واحد التركي مشيت ديريكت لهنا ديريكت للبرتغال. تحب نحكي في السوجي تاع البرتغال، تحب نحكي شويه على الفراشات كيف ما تبغي. تفاصيل الفراشات انا ما درتش وحده تاع الزواج ولا فاهم. دوك ندخلوا في السوجي تاع الفراشه دوكا، ومن بعد وزدت كيفاش تعيش وكيفاش حتى قررت تروح للبرتغال، وندخلوا كيفاش ديماريت فاش قررت باش تروح. ماشي مشكل خويا عمار.